السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ سقير معكم، عساكم بخير. شو مسوين؟ كأني قلت اسمي غلط بس مش مو ما في مشاكل. هذا مقطع تيم فورترس 2، اللعبة على ستيم. كان يلعب معي واحد من الشباب، اكيد انكم ممكن تعرفونه، خصوصا المشتركين القديمين، اللي هو عثمان. كان يلعب معي ليتل بيج بلانيت على البلاي ستيشن. في البداية احب اعتذر عن انخفاض الصوت في بداية المقطع، لانه راح ينخفض الصوت وراح يصير صوت مره واطي، فانا اعتذر جدا. كان في مشكله في فرابس وتسجيل الصوت والشغلات هذه، بس ان شاء الله. اذا كنتوا تبغون مقاطع زياده من تيم فورترس، يا ليت شو ذا لاف المقطع هذا باللايك، يعني اعطوني لايك وفيفورت اذا كنتوا تبغون زياده. اذا ما انت سبسكرايبر او انت ما انت مشترك في القناه، في المربع الاصفر اللي فوق اضغط عليه، اللي هو اشتراك او سبسكرايب اذا تبغى تشوف زياده من المقاطع. زي ما قلت، اذا تبغون تشوفون زياده من مقاطع تيم فورترس، يا ريت تعلموني في الكومنتس تحت، لاني دائما اقرا الكومنتس ودائما ارد عليها ان شاء الله. استمتعوا وبس. تبي ريد ولا بلو؟ طيب ما ادري لسه، الحين بشوف. خذ بلو. الزبده ايش جاني هنا؟ ولا مش كمان. طيب دخلت انت؟ ادخل بلو. لا بلو. طيب دخلت بلو وهيفي. ايه انا باخذ الميديك. وينك؟ طيب هذا. طب انا بزعل عليهم، ها بزعل عليهم شوي يعني. ليش تزعل عليهم؟ اوه ايه رجعوني. يا اخي اسفاي، اقسم بالله مع انه هو خوي ودي اذبحه من كثر ما هو ينادي. دكتور والله هو هالسيقان دي. يلا عثمان ودي روح يا عثمان. تعال تعال تعال، خذ البوينت يا عبيد، تعال خذ البوينت. انا ما اخذ بوينت، انا درع وبس. وراك انا، طيب وراك. خذ البوينت، خذ البوينت، انا خلني اخذ البوينت يا عبيد. ابن اللي من القايه ذبحت. لا لا في سنايبر، في سنايبر زيد، في واحد وقع لنا في جبهه صفقت القنبله. حسيت قلت قاعد تشوف. تعال تعال تعال. تعال تعال بدون. اوه شوت. ها قلت لي. افا والله انه ما هو برجع. الحين ازعل لك عليهم. شوف ذا تهيض، قال بيصير مثلي على باله. ما يدري انه من الذيب اللي وراي يهيل. وينك انت؟ وينك؟ طيب وين الذيب يهيلك؟ بس وينك فيه؟ جاي جاي برسمون. يلا يلا روح يا ذيب اللي بيهيل. هل سبايز دول من عدمين الرجولة؟ ايه سبايز mission ends in 60 seconds. Hey, that's what. Oh my god. ما ادري، ما اشوف انا ادور احد يبيع من حال. طيب استنى استنى، لا تروح، اصبر شوي. طيب شوي امشي، ازعل عليهم يعني. Mission ends in 30 seconds. انا بجيك عند ذا البوينت اللي يسمونها الحلوة. Mission ends in 10 seconds. انا في البوينت.
الخرا تعال زين تعال ابى ازعل عليهم الحين يعني مرة تعال اهم شيء هيجيني بدول وزبط شيخ ذا المم حين ذا مو قنابلة يلا ودي يمحوني تكون تروح داعي وراك ما اقدر اهيلك ما اقدر فوقك يا عبيط واحد فوقك على اليمين تعال خلنا نزبن شوي شوف راح والله يا دخل سكين في ظهري الكلب والله يا شطف يعني بشكل عنيف اوف اسمع انا صوت واحد يمشي وراي قلت وين كنت وراك زعق سباي طلع في خشتي في عيني داخل سباح لا وين حتى ليه؟ أنا في بوينت طب تعال لا تدخل عليهم عثمان لا تدخل عليهم خلهم يرسبون ما أقوى شو ما تقوى خلهم يرسبون انت يا عبيط تهيّر أنا أموت يا غبي أنا أموت إذا جيت معك ما عليك انت بس قل لي فزعه وأنا بلتفت لا سكايز ترى شوف ورانا يا غبي شفحني والله نقل خاتمة شفت قايلك عثمان لا ندخل ايوه ما يحتاج وكشري ما يصلح ندخل عليهم بس السبايدر قال الخاتمه الان تعال شوف هذا والله ما بدك قوه سبام شوف الاول خوينا سباي والله يصلح يعني كميه من التفلت اسحب عليك الحين اروح على سنايبر ما يهم ما يطاوع قلبك بعد عارف طيب اخلص انا طيب قلت لك لا تدرم عليهم اعوذ بالله ذا القوي ذا ما شاء الله انتو هالمسامير حقتك انا جايك ها جاي حلو هذا بعدين شو الصوت مع هذا انتو ترى في سباي حولك ها انتبه كل ما طلعت انا الله يهديه يعني تعرف ما هو القوي دائما محارب ها نعم خلنا ناخذ البورتل بس توفي واحد مخيانك عليك وينك انت طيب هذا